الآن مثلا هذا الأخ يريد يصبح طبيب أسنان. يهي وندماتشين يترس دكتور ليهون يفلقه. ماذا يصنع؟ من دونهم يصروا يترس دكتور. يأخذ بعض الكتب. يشتري بعض الكتب. كتابي قال. ويشتري جهاز هذا الكرسي لطب الأسنان. لا. ترس تحكميوش نيوهان وانبر يزقاجان ويستأجر دكان أو شقة عند السوق هناك ويكتب عليها طبيب أسنان ويبدأ يعالج كذابوها لك السوق ويدنا لا ترس هيك من الناس تعالله بلو عند بيت كرايتو يتفعل يعني ترس هيك من الناس تعالله بلو ينقر صحيح لك نوالي لك لا هذا في طب الأبدان يا أكان دكتور لابد يرجع إلى الأطباء أهل الاختصاص اللي أرقني فلق ساو ودا دكتور تمرتو دوستو في السوشن أمي هدا ونجي همس جدي أدل لم كتاب قصتو بماذا أبدأ؟ بمني جمرة ماذا أدرس؟ من دنو مارو كم مدة الدراسة؟ يا ثمرت قذية سنتنو هل لدي اختبارات؟ قالوا نعم فتنا له ويسال له أما طلب العلم وقد فلاقيه لا تطلب على ما تريد هذا أكبر خطأ وقد فلاقي لقيني هلا مئات اللي وشجرات شنو يعني يوقن ميسات أون تمرت بعدك على ميسات أون تكملنا تفتروا من بلونه يعني نجر ميسات أون منه أنت اللي لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها ناجية إلا واحدة لماذا قال هذا الكلام يا الله ملكتني عليه الصلاة والسلام أمي ود سبع صوتي كففلالو سبع هلطوتو شكسرو نجاية متوطعو عندو عبدنات عندو كفلنات يا لبت مكنياتو من دنو هذا إخبار وتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم هي نبياتنا عليه الصلاة والسلام ميكستهون الله سوقاتهو من ناقراتهونا ما استنكتهون من ناقراتهون مفتيون استمداني الصحابة رضوان الله عليهم يا الله سبحانه وتعالى تماريوش بالدرموت لم يسألوا عن 72 فرقة الضالة لم يسألوا عنها سبع هلطوتشو كساريوتشو انما اناتشو بلوال تيقو سألوا عن ماذا؟ نقول لها هم انه يتيقو عن الفرقة الناجية هم مثلنا وبودين مانيتنا تم مثلنا ويميلون قن اي كوال لماذا؟ لا من دن لان هذا المهم نيان قبقبو نجامو طول سألوا عنه سلازي صوان تيقو لابد ان تسير على هذا نجاب موتا وبمد نبت من قر لمهد أسفل لقال النار الجماعة الذين اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يا تسبسبوا كنبي يقال يالله هلا عبر تسب إذن لابد أن نسير على هذا الطريق نعم نبياتين بتسب نبياتين قال يتسبسب وبتصعب وتشعينات للنسبسب قد لنا نطلب العلم كما طلبوا علم المفلق النبي عند فلقوا نتعلم كما تعلم الصحابة والسلف الصالح نعم النمار صحابة عند تمارو الناتابعي وعند تمارو تكتوا صحابة تكتوا